عليكم جميعا. اليوم راح نشوف مكان حلو ومميز في مانشستر، وهو مكتبة جون هيلاند لايبرري، وهي من المكتبات المميزة اللي تستحق الزيارة. إن شاء الله راح نشوفها وراح نكتشف سر هذه المكتبة التاريخية العظيمة. وصلنا المكتبة. المكتبة مبنية بطراز فيكتوري رائع ومميز. تعالوا خلونا نشوفها ونشوف داخل شنو فيه. طبعا جون رونالد هو واحد من المليونيرية اللي مقيمين في مانشستر، هذا الكلام بالقرن الماضي، ويملك ثروة كبيرة. زوجته بعد ما توفت قررت انها تساهم في عمل مكتبة كبيرة ضمن هذا المبنى، وتبرعت او شرت واقتنت عدد كبير من الكتب بالاضافة للكتب اللي موجودة عندهم، وقررت انها تنفق ملايين من هذه الثروة على إقامة مكتبة تفيد البشرية في المستقبل، مثل ما شفنا من كتب تاريخية. لما بني هذا المبنى عام 1889، هذا المبنى كان المبنى مجهز ويعتبر حديث في هذه الفترة، بحيث أنه تم توصيل الأماكن المخصصة للكهرباء بالإضافة إلى التدفئة. هذا المكان اللي تشوفونه مبني بطريقة جميلة جدا بالطراز الفكتوري القوطي. هذه الطاولة والكرسي عمرهم أكثر من 100 عام، وهم في هذه المكتبة استخدموهم وقرأوا عليهم الكثير
من الناس المهمين والمثقفين. راح ندخل الحين نشوف غرفة القراءة الخاصة بهذه المكتبة واللي كان الزوار يدخلونها ويقرون فيها الكتب المميزة. طبعا ما أقدر أتحجأ هني بحال يتكلم إلا أنا. مثل ما شفنا هذا هو المكان للقراءة الريدنج روم، وهو ما زال كما هو جزء كبير من الكتب اللي موجودة هنا تبرعت فيها زوجة جون للحضور. طبعا الكتب اللي موجودة حاليا في هذه المكتبة غير مخصصة للقراءة، خصوصا الكتب الكلاسيكية القديمة، إلا البحوث والدراسات العليا يكون فيها تصريح رسمي. أما في الدور الرابع فهناك كتب ونظام مكتبة إلكترونية بإمكان أي شخص يشوف هذه الكتب اللي هي بها الأصلية عن طريق المكتبة الإلكترونية اللي موجودة. شفنا هذا الجهاز هو جهاز مخصص للقراءة بطريقة إلكترونية. طبعا أغلب الكتب مقتنيات مميزة وقالية الثمن ولا يوجد لها مثيل. مرنا جمع ثروة كبيرة من المال، ولكن زوجته خلدت اسمها على مر التاريخ ببناء هذه المكتبة وجمع المقتنيات الكتب الثقافية التراثية المميزة اللي يستفيد منها الكثير من الناس ويزورها ويزور هذا المكان آلاف سنويا لمشاهدة هذا الصرح المميز وهذه الثقافة والكتب التراثية المميزة.